مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم عندنا تجربة جديدة بالأوتوكاد، حنفوت على نجيب رسمة من النت ونشتغل عليها ونحولها من 2 دايمنشن إلى 3 دايمنشن. هفوت على النت، فوت على جوجل، أكتب أوتوكاد توتوريال 3 دي براكتس. أوكي، حناخد من هيدا. أوكي، موجودين هون. هيدي الرسمة حنشتغل عليها. اوكي، حنعمل لها كوبي نفوتها على الاوتوكاد. فوت على برنامج الاوتوكاد، نعمل فايل جديد. نتأكد اول شيء نقلب المنيو بار، بنرجع المنيو بار، نقلب المنيو بار بنعملها درافتنج اند انوتيشن. بعد ما نعملها درافتنج اند انوتيشن بيجي المنيو بار الشكل، في يحط المنيو بار، شو منيو بار قدامي. التقليد القديم هو هيدا. اوكي، بتأكد انه عم بشتغل بالمليمتر فورمات يونتس، بحطها بدل الانش بحطها مليمتر. بيكبس اوكي. طيب عندي بعرف الطبقات. اوكي، هعرف طبقة صغيرة هلا موقت لاير نيو لاير. هعمل لاير سميه نيو لاير، سميه بلان. اوكي، وهعمل طبقة تانية نيو لاير سميه اكس. اوكي، الاكس حيكون عندي اياه اعطيه لون احمر، لون رئيسي. دائما نستعمل الوان رئيسيه. والخط بعمل لود، بحمل شيء اسمه سنتر، سنتر لاين اللي هو هيدا للاكسات نحطها. اوكي، ريد احمر سنتر لاين بكفي هلا مبدئيا. طبقات اذا احتجنا بنعمل بعد. طيب نحن هلا باي طبقه واقفين؟ طبقه زيرو، لازم نوقف بطبقه الاكس. هنزل الصوره، اديت بيست. اوكي، هيدي الصوره نزلت بالطبقه اكس. طيب بدنا نبلش رسم. عندي الاكس بدي اياه يبين سنتر لاين بشكل افضل. فوت فورمات لاين تايب، وهون الجلوبال سكيل فاكتور بضربه مثلا لنقول بخمسة مثلا. نجرب انكسار بوضع افضل. عندي لاين هون موجود، في فيرتيكال لاين. اوكي، هيدا الفيرتيكال لاين رسمته. اوكي، عندي هلا انا عندي هيدا اللاين، الفيرتيكال لاين الاول اللي موجود بالسنتر، بيبعد عن الفيرتيكال لاين اللي موجود بالسنتر الثاني بمقدار 50 50. بعمل اوفسيت على 50، اوفسيت على 50، وبعمل سيلكت اوبجكت تو اوفسيت، دلني على الخط واتجاه الخط بهالاتجاه. اذا هو بيناتهم البعد بيناتهم 50. برسم السيركلات. هلا بنتقل لطبقه البلان، برسم السيركل الاول. السيركل الاول عندي اياه اثنين سيركل، عندي واحد دايمتر 35 والثاني 20. بطلب سنتر، سنتر اند دايمتر، وبطلب دايمتر 35 والثاني سنتر اند دايمتر والثاني 20. اوكي، بتاكد، لاتاكد انا انه لقيت مظبوطين، دبل كليك. الراديوس 17.5 والدايمتر 35 للأول، بضغط اسكيب، بعل دبل كليك على الثاني، بيعطيني معلومات شاملة عنه للسيركل، وين الكوردينيت، وين البوزيشن اللي له، الراديوس، الدايمتر، كل الاريا، كل شيء، هالاشياء موجودة هون. إذا عندي اياه 20، كي دايمتر 20، تمام كله صح. ممكن أعمل كوبي للسيركلين، كوبي للتو سيركل. بكل بساطة بعمل كوبي من هون، بعلم هو اثنين بدون ما أعلم الأكسات. انتر بيس بوينت من هنا، بدي امسكهم من هون، من الميد بوينت، ركبهم على الميد بوينت هون. طب هون لازم اخد الميد بوينت صحيحه او الانتر سكشن، ممكن وقع بمشكله. اذا نفوت على الاوسناب، بشغل طفي الميد بوينت مؤقت، وبتاكد انه ماخذ الانتر سكشن. فبقرب ايدي لهون، لقط الانتر سكشن، لانه الميد بوينت صاير تحت شوي من الانتر سكشن. خلصنا من هون، تأكد من القياس البعد بيناتهم من السنتر. اوكي، كله تمام. طيب هلا بدنا نعمل البرمي هون، هيدي البرمي هون على راديوس 50. هيدي حناخدها مماس، تانجنت مع هون، تانجنت مع هون، والراديوس 50. كيف بشتغلها؟ راديوس 50، في عندي 10 راديوس، بيجي بختار هون نقطة، هون لقط التانجنت، لقط التانجنت الثانية، وبده الراديوس 50. بكتب له هون سبيسيفاي راديوس اوف سيركل، بعطيه 50 50، طلع عندي بهالشكل. بيجي على امر التريم. هلا بيجي لامر التريم، بلش نظف فيها للرسمه. بيجي على امر التريم، امر التريم موجود هون، تريم سيلكت اوبجكت. بعلم انا اللاين او السيركل اللي بدي اقص منه مع السيركلات او الخطوط المتقاطعه معه. انتر، بنتقل للمرحله الثانيه، بلش قص. افضل طريقه هاي. اوكي، خلصت قصيتها من هون. هلا بدي اقص الجزء التحتاني من تحت.
كمان مرة تانية فيه يطلب الترام، كان ممكن يضربهم ضربة واحدة. هلا مش ضروري يعلم، بيكبس انتر وبلش قص. كمان هاي طريقة تانية، قصيت هالجزئية كي صار عندي اياها بهالشكل. طيب نجي بنكمل، نضغط، علي ايدنا شوي لفوق. اوكي بنيجي بنكمل تحت، هناخد خط مرق بالنص. اذا انا عندي هون من هون هون 50، هعمل اوفست على 25، اوفست على 25. بدي اخد خط بالنص موقت استعين فيه، هيدا جيبه لهون على 25، في يشده كتير لتحت. بس هو موجود بالنص. هنبلش نعمل الفرزات او الجزئيات اللي موجودين تحت. اوكي عندي انا، عندي المسافة من فوق لاخر نقطة هي 87. اوكي نهايته هون اوفست على 87. اذا بطلب الاوفست بيسألني قد ايه 87، بكتب له 87، انتر. بيقول لي اي خط، هيدا الخط، اي اتجاه لهون. اذا من هون لهون 87، اذا هون حتكون النهاية. شتينا هيدا شوي لتحت. طيب برجع على طبقة البلان، انا بطبقة البلان تمام. بدي ارسم هاي الجزئية اللي تحت، عندي اوفست 10 يعني 5 ب 5، هيدا الخط بعمل له اوفست 5 يمين 5 يسار. بطلب الاوفست 5 يمين 5 يسار، حطلي اني بطبقة الاكس. شو بعمل؟ بعلمهم الاثنين سوا، بفتح طبقة الاكسات، طبقة اللايرز، بحطهم بالبلان. هي طريقة لنقلهم لطبقة البلان. في طريقة تانية، اعمل دبل كليك ونقل البلان، كمان نفس الشيء، نفس الشيء. هيدا هي طريقة تانية، حنستعمل طريقة تانية، دبل كليك عليه وبنقول له حط لي اياه بطبقة البلان. صار عندي بهالشكل، ممكن اعمل تريم، يكتب تريم من الكيبورد، انتر واقصقص، في يطلبها من فوق. اذا يا من الكيبورد يا من فوق، تريم انتر وبلش قص دغري، اسهل علي كمان، مش ضروري اعلم. لما اختار سيلكت اول، يعني لما اختار الانتر يعني كاني اخترت السيلكت اول. عندي من هون لفوق 45، اذا هيدا اللاين في يعمل له اوفست على 45، اوفست على 40 45. هيدا اللاين من زدته لفوق، من سيلكت اوبجكت تو اوفست، هيدا اللاين اتجاه لفوق. اوكي 45، فينا نطوله شوي يدويا، اعمل له ستريتش. اوكي او قبل ما نعمل ستريتش، عندي هيدي الجزئية اللي هون، هيدي 20 يعني بعد هيدا الخط 5 من هون و5 من هون. اوكي او بعمل له هيدا الاحمر، بعمل له 10 يمين 10 يسار. بيجي على الاوفسيت مرة تانية، ديستانس قلنا 10 يمين 10 يسار للاحمر، سيلكت اوبجكت بنعلمه، السايد لهون وهيدا السايد لهون. اوكي هيدا النص هلا استغنينا عنه. هيدا الخط فينا نعمل له ستريتش او نمغطه او نشده باكثر من طريقه، في يجيبه بهالشكل، في يعمل له بالاكستنت، في اكثر من طريقه. هيدا حننقله الى طبقه اثنين سوا، دبل كليك عليهم ننقلهم لطبقه البلان. نرتب، ننظف، نجي نعمل تريم كل الزوايد نتخلص منها، نخفف عجقه. فينا نطلب تريم، بدون مش ضروري يعلم شيء، بكبس انتر ودغري بروح بقصص. صار عندي اياه بهالشكل. طيب هنكمل رسم. في عنا بعد هالبرمله هون، حنحلها بطريقه معينه. فينا نحلها بهي الطريقه، فينا نجي عنا نحن لهي تانجنت هون، تانجنت هون، والراديوس عنا اياه 25، حنحلها بهي الطريقه. تانجنت تانجنت راديوس، هياخد هون وهياخد هون، وبيسألني قد ايه الراديوس، قله 25. اوكي طلعت عندي اياه بهالشكل. اوكي بدها شوية ترتيب، نعمل تريم كمان تاني جهة، نعملها فرد مرة. تانجنت تانجنت راديوس، حنقله تانجنت على هيدا، تانجنت على هيدا، والراديوس 25. اوكي نجي للتريم، انتر، ونبلش نقصص مثل ما عملنا قبل شوي. في عنا شوية تفاصيل هون نرتبها. اوكي عنا هون يبدو تمام، هيدا الجزء فينا نستغني عنه. يلا هودي ما بيروحوا الا بالديليت، لانه مش متقاطعين مع حدا، ما بيروحوا بالديليت الا بالديليت. وصلنا لهون، هيدي المرحلة خلصنا. طيب نجي هلا للارتفاعات، الاليفيشن. هلا ارتفاعها كلها على بعضها 20 ملي، كلها على بعضها 20 ملي، وفي فرزه هون هلا حنشتغلها. كيف بدنا نشتغل الارتفاعات؟ خلينا نعمل كوبي عنا على جنب، دائما نعمل كوبي من اي نسخه، نعمل لها كوبي دائما نحتفظ. صار مشاكل بنرجع للنسخه اللي قبل، حطينا كوبي على جنب، رميناها على جنب. هلا بنجي نحولها لبيئه 3D. كيف بدنا نحولها لبيئه 3D؟ بدي احول المانيو بالاول، في هيدا المانيو اقلبه،
حطه 3D موديلينج، هيدي شغلة. تاني شي في حط انا اللايرز هون كمان شو منيو بار، او حط شو منيو بار، هيدي رجعنا المنيو بار كمان. طيب نحن هلا بدنا نقلبها الى بيئة 3D، حطيناها هوني. اوكي نجي هوني على الكيوب، على المكعب. اوكي هيدا المكعب بدش فيه عندي الاربعة ايزومتريك الزوايا، ايزومتريك فيو، بختار اي واحد منهم. هلا هيدي نحن حنحطها هوني كونسبتشوال بس لحتى تبين الصورة. طيب هلا نحن حنطفي الاكسات ونعمل لها ارتفاع على قد ايه؟ قلنا على 20 ملي، سماكتها هي 20 ملي. اوكي حطفي الاكسات، في يفوت على اللايرز من هون، طفي طبقة الاكسات ووقف بالبلان، ضروري نوقف بالبلان. طيب عندي مشكلة صغيرة انه الصورة موجودة بطبقة الاكسات، خليني ارجع الصورة. طيب رجع الصورة، اذا هيدي الصورة موجودة بطبقة الاكسات، في انقلها انا لطبقة اي طبقة تانية، طبقة البلان. طيب خلصنا من هون، طفينا طبقة الاكسات، ضروري نطفي طبقة الاكسات لانه بدنا نعمل ارتفاعات ولا لسهولة الشغل. طيب كيف بدنا نعمل الارتفاع؟ فينا نستخدم البريس بول من هون، نجي لايدنا لهون، نطلب البريس بول، امر البريس بول، سيلكت اوبجكت، بيكفي انه اكبس بالمنطقة الداخلية ووجه الماوس لفوق واكتب له 20. بيبقى عندنا هاي الفرزة الموجودة هون، هيدي الفرزة عندنا اياها، عندنا اياها هون عرض 10 وغمقة 35. كيف ممكن اشتغلها هون بهيدا المكان؟ اشتغلها مباشرة على القطعة، اغير لون القطعة شوي، دبل كليك عليها. اوكي حط هنا جراي. اول شي بدي اغير المؤشر هيدا، الاكس واي هي المسطح عندي هلا بالارض، اذا انا رسمت حيرسم بالارض، انا بدي اعمل مسطح على هاي الطبقة هون. حتى اعمل مسطح هون بيجي على هيدا 3 بوينت، يو سي اس 3 بوينت، وبيجي بقول له هوني بدي الاوريجين، الاكس مثلا رايح بهالاتجاه واكس والواي طلوع، الزد صارت لجوا، يعني انا عرفت هيدا المسطح اللي بدي اشتغل عليه. هيدا النص مش ما كنت عم شوف اللون الازرق، لون وجيبها لجوا قد ايه بدنا نجيبها لجوا؟ 35، 35، نكتب 35، رسمنا 35، حنطلع لفوق فيه، هو سماكتها 10 وبما انه انا واقف بالنص بطلع 5 طلوع، بوجهه لفوق بكتب له 5. اوكي برجع بوجهه لهون 35، برجع بوجهه لتحت 10، بوجهه لجوا 35. اوكي وبكتب هون 10 او بعمل لك كلوز هون. اوكي طيب الخط النصاني فينا نستغني عنه. اوكي كنترول زد، كمان بالبريس بول، كمان في يستفيد من البريس بول هون، بعمل كليك لهي الجسم وظهره لبرا، كمان مرة تانية بالبريس بول كليك لتحت وظهره لبرا، هيك بكون فرستها. اوكي بهالشكل في يتفرج عليها انا من كل الاتجاهات، بغير بالايزومتريك فيو، هرجع الريبير مثل ما كان او المؤشر مثل ما كان، بختار الكرة الارضية يعني رجع المسطح بالارض، برجع بطلب من هون وبقدر اتفرج عليها من الجهات الاربعة او من خلال الاوربتس. اوكي بهالشكل هيدي هي. طبعا احنا هلا انتهينا منها، نرجع لهون، فينا نضوي طبقة الأكسات، الأكسات طبقة الأكسات، نضوي طبقة الأكسات ليرجعوا يبينوا. اوكي بهالشكل. طيب هلا انا عندي الأكسات تحت موجودين تحت، ممكن الجسم نزله انا لتحت بمقدار 20. كيف نزله بمقدار 20 لحتى يبينوا الاكسات على السطح؟ بيجي على الموف، سيلكت اوبجكت، انتر، او باخذ نقطه هون، بوجه الماوس لتحت وبكتب 20. اوكي صار بينوا الاكسات على السطح فوق بهالشكل. اذا في بقايا رسم فينا نعمل لهم ديليت. اوكي اي بقايا رسم ما بدنا اياه هون ننظفها بنرتبها. طيب هيك بنكون خلصنا، شكرا لكم، يعطيكم العافية.